لقد بايعت الشيخ أيمن ظواهري والملا عمر. شنو الضرر بهذا الحكي يا أبو مصعب؟ بس أنت عايز البائع من ليك يا شيخ أبو بكر. وما العيب في ذلك يا أبو مصعب؟ كتيبة المهاجرين لم تبايع أحد، لا الجولاني ولا غيره، وبيعتكم لي أني هي بيعة للشيخ أيمن والملا عمر. لا يخفى عليك الوضع على الأرض قد تغير، وحنا بدولة الإسلامية عندنا الغلبة، يعني كثر السلاح والعداد، ونحن من نملك أكبر مصدر للتمويل من الداخل والخارج، فنحن أقدر من غيرنا على نصرة دين الله. حتى وإن سموا أنفسهم النصرة. أيوة بس يا شيخ بكر الأمر مش بسهولة دي، وبعدين يعني احنا أعلم. أنا حنطيكم مهلة أسبوعين، وبعدها حرسل لكم أحد من طرفي يأخذ البيعة منكم لمن أراد. فكر جيدا يا أبو مصعب، نحن ندفع 1500 دولار للمجاهد، يعني ضعف ما يدفعه الجولاني. حنا شو نريد منهم غير البندقية وولائهم؟ فهنيئا لمن كان معنا وليس علينا. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أبو بكر. تمشي تروح فين يا جدع أنت؟ أنت جننت؟ لا أسيبهم لما يقتلوني أنا وأهلي يا سعد. لا أرض الله واسعة يا أخي، أنا هسافر أرتب لنا مطرح نقعد فيه لحد ما ربنا يفرجها. بس أمانة عليك يا أخي وحق العيش والملح، خلي بالك منيهم. لا هتروح ولا هتجي بشوي، أرض الله واسعة صح، بس أرض النفر منينا ولا بيه؟ وإذا كنت خايف من المقاطع دول فكنا خايفين منهم ودابوي. إياك فاكرهم بيفتروا عليك لحالك؟ دول بيفتروا على كل ضعيف، يعني الحال من بعضيه والمصيبة واحدة. بذمتك شفت حد منهم بيتعرض للحاج سالم بكلمة؟ اشرب الشاب شوي يبطل كلامك الخايب ده. ده أرضنا وأرض جدودنا، واللي عاوز يطلعنا منها يا ندفنوا فيها يا يدفننا احنا فيها. سيبايعون أبو عمر لا تقلق، إنما هي مهلة لحفظ ماء الوجه. أنت لاحظت الضابط اللي كان قاعد ويا أبو مصعب؟ بس أنا ماني مرتاح. أنت ما لاحظت أنه طوال فترة قعدتنا ما حكى ولا كلمة؟ هذه شيء من رجل تخشاه يا أبو عمر. الصمت شيء من رجال الكبار، وهذا الرجل كان ضابط بالصاعقة المصري، وحيكون له شأن كبير بالعمل الجهادي. فلنسأل الله ألا نضطر إلى قتاله في يوم من الأيام.